ان المحاماة محتاجة للاصطفاف الحقيقي. المحاماة بتمر او مرت بمرحلة خطيرة جدا. اللي احنا عملناه في نقابة المحامين من تنقية لجداول وغيره مش مجرد ان احنا زودنا معاشات. احنا انشأنا مرحلة هو ميلاد للمحاماة جديد. اذا انتوا بتتكلموا في السياسة في جمهورية الاولى وجمهورية تانية، دي الجمهورية التانية للمحاماة اللي احنا عملناه بالتنقية. لما قومنا الصنايع دبلوم الصنايع والتطريز المنزلي والميكانيكا من انه يدخل نقابة المحامين بالتعليم المفتوح، كنا بندافع عن نفسنا في معركة شرسة. لما قومنا غير المشتغلين اللي قاعدين في بيوتهم علشان ما ياخدوش ارزاقكم ويشاركوكوا فيها ويقسم معاك في المعاش ويقسم معاك في العلاج، لا انت احنا كنا في معركة مصير. احنا في معركة مصير. احنا لغاية دلوقتي بنعير في فينا منا من المحامين من يعتبر ذلك جريمة. قلت له رفع قضايا واللي بيعمل مسندات واللي عامل جبهة مش عارف ايه، علشان احنا عملنا كده، علشان احنا بنصلح نقابة المحامين، علشان احنا بنضبط نقابة المحامين للمحامين. في ناس مش عايزة نقابة المحامين للمحامين، في ناس عايزة نقابة المحامين مشاع. تنكر ان انت عملت انجاز، تنكر ان انت صححت جداولك وضبطت جداولك علشان تحافظ. هو لما نرفع المعاش وسقف العلاج لما وصل اليه الان من ارقام، اقول ده كلام بالنسبه للخبراء الاقتواريين وغيره، ده اعجاز اللي احنا وصلنا له. عارفين حضراتكم احنا صارفين نقابه المحامين صرفه كام على العلاج حتى الان؟ حتى الان صرفه 310 مليون جنيه على العلاج فقط. احنا كنا في 3 سنين فاتت صرفنا مليار جنيه على العلاج والمعاشات. انا اتوقع ان ال3 سنين لو مشوا بهذا المعدل هيبقى على الاقل 2 مليار في 3 سنين عشان تغطي المعاشات والعلاج. انا اديهم لمين دول الفلوس دي؟ اوزعها على غير المشتغلين؟ اديها لحملة الدبلومات؟ اضيعها على غير المحامين اللي بيكدوا في المحاكم؟ ليه اعمل كده؟ تسفه وتضيع للوقت وتضيع للمال، ولا يجوز لاحد محامي او غير محامي انه يكلمني باي فلسفه تجيز لغير المشتغل انه يقاسم المشتغل بماله. لن اسمح لهذا الامر طالما بحييه، مش هسمح فيه. لا باحكام قضائيه ولا بعساكر ولا بدبابات. ولو بدبابات مش هنسمح بهذا الامر. لانه ما ينفعش نقول لك اصل احنا نحترم سياده القانون طب ما اخوانا ما احنا عارفين كويس انه اول حكم صدر ضدنا كان صدر لصالح ابن رئيس الدايره ولصالح زوجة العضو اليمين في الدايره. وقامنا بقى وتخصنا. لما يقول في الحكم، يقول في الحكم انه اللي هيستفيد بالحكم ده اي محامي حتى لو كان مش رافع الدعوه، طبعا لانه ابنه مش في الدعوه. ويقول في نفس الحكم انه مش مهم انك تشتغل، ومش مهم انك تكون في مصر، ومش مهم انك تكون بتعمل اي حاجه، المهم انك تدفع ال 100 جنيه بتاعت الاشتراك بتاع كل سنه عشان تاخد معاش وعلاج. يدفع؟ هل اقبل ده؟ انتوا عايزين ده علشان تقول لنفس الاحكام؟ عيب اللي بيحصل، عيب الجدل ده. ليه الالتفاف على الحقائق؟ احنا بندافع عن هنا، بندافع في مصلحه خاصه هنا ولا دي مصلحة المحامين؟ دي مصلحة المحامين. وما دامت حيثما تكون مصلحة المحامين أنا المقاتل ومش هتراجع.